مع تي في شوبينج ونشوف عندها مجموعة جديدة من الأغراض بتخبرنا عنها. صباح الخير دومينيك. صباح الخير. صباح هي لبعدين بعد شوي. هيدا اخر خبيه. اخر شيء الكادو تبع اليوم. لا مش كادو بمعنى كادو، هو بيطلع لهم كادو معه. مظبوط حزرتي. هيك صارتي بدون ما تقولي لي. طيب ماشي الحال. فكرت حدا خبرك العصفوره يلي عدت متخبركم. خبرينا اليوم لانه في عنا اشياء كثير مهضومه. هلا اكيد انا كنت عم بقول انه نحن وصغار كنا نلعب بس هدول زيز زيز ما فيك تلعبي وتكتري. اليوم غدا رح نحكي عن ثلاثة ايتمز، واحد منهم جديد واثنين حكينا عنهم قبل. فينا نبلش بالاورجرينيك يلي هن طناجر معمولين من سيراميك. سيراميك كوتينج مش كلهم، يعني في حديد برا. هولي كتير سبيسيال وكتير هيلثي لانهم مثل ما اول شيء خلني اقول شو في ايتمز بيجوا معهم. هن بالدعايه بيحسبون انه سبعه ايتمز. اوكي. بيحسبوا الكفرز معهم. مع هول الاثنين. صح. هلا أوكي. بيجي هيدي المقلي يلي عاده نستعمل المقلي العاديه بس اغمق شوي. بيرجع في هاي يلي هاي اكثر شيء انا بعتبرها صحيه لانه يو كان جريل شو ما بدك عليها. تقال؟ منهم كتير تقال بالنسبة لشو هني مضبوط من برا حديد من جوا. لا هني حتى أخف من غير بانز بكبرون. هيدي للتوغريل يعني كل شي بدنا خضرة لحمة دجاج سمك كبيرة إناف إنك تحطي كذا قطعة فيها وصحية كتير. وهيدي الطنجرة يلي هي شكلها بتبين صغيرة بس انفاكت كتير غميقة، يعني فيك تستعمليها كطنجرة الكبيرة تبع فاميلي سايز. اوكي. بيرجع هيدي الغطا تبع هيدي الطنجرة وهيدي الغطا تبع هيدي المقلي يلي هي بالاسم مقلي بس انفاكت هي مثل طنجرة. بيرجع بيجي معها هيدا لانه نحن مش معودين المقلي يكون لها غطا. اكزاكتلي اكزاكتلي. والحلو فيهم غاده انه الاغطيه معمولين من ازاز مثل ما عم بتقولي وفي هيدي الفتحه هون يلي فيها تنفيسه، يعني في كثير طناجر ضغط بنستعملهم كرمال الفتحات لينفسوا، مش مضطرين بقى نستعملهم، فينا نستعمل هول فيها تنفيسه منه وفيها. بيرجع بيجي هيدا السكين يلي كثير قوي وكتير كبير يعني للحمة للدجاج للسمك، في كتير اشياء اوقات بنضطر. ما تخافي بس ما تحطي اصبعي كتير قوي. ايه. وبيجي الريسيبي جايد بوك يلي بيعلمونا كمان كتير ريسيبيز كله جريلد وكل شيء كل شيء صحي. هلا لفسر شوي عنهم. فاذا هو كله تنعتبر انه بقلب البوكس بقلب البوكس سبعة ايتمز لانه في كثير اوقات بيطلبوا بيقروا عليها سبعة ايتمز بيفكروا انه بعد لازم يجي الطناجر. هن الكفرز بيعتبروهم تو ايتمز زياده والسكين والريسيبي بوك وهن ثلاثه مين طناجر. هلا إذا استعملناهم غدا بنكون عم نوفر على صحتنا وعلى جيبتنا. أول شيء مانك مضطرة أبدا أبدا تحطي ولا نقطة زيت ولا نقطة زبدة، حتى السبراي اللي نحن بنستعمله هلا ريسنتلي كرمال نخفف مش مضطرة عليها، يعني حتى بالدعاية بيقلوا بيضة عليها مثل ما هي سخنة بلا ما تحطي شيء ولوحدهم بيدلقوها هيك بالصحن، يعني بتصحت زحت عنا. في أوقات بيعملوا أوملات بينفخوها بتطير من الصحن. كثير حلوه الدعايه. مرتي الجايه بدي انتقل عند الشيف شادي واستعمل له فرنه لنجربهم. اوكي. بعدين سو مش بس بتوفري على صحتك وعلى جيبتك كل الزيوت يلي هاي، بتكوني كمان هاي عم تستعمليها بتحمى اكثر من العاده، يعني اسرع سوري يعني البقوه المقليات اللي بنستعملهم او التناجر دي تيك تايم اوقات ليحموا، هيدي بتحمى اسرع، يعني كمان عم بتوفري غاز مش بس الزيوت. ان اديشن تو ذات هلا الكوتينج يلي برا اوقات حسبه بهاي، في اوقات اشياء بتفور وبتلزق على برا بصير يعمل اسود وبتصير exactly. حتى برا ما تروح. مزبوط. برا مثل جوا، حتى برا بدقيقه بتنقم عنا، يعني ما في لزوم ابدا تحفي ولا من برا ولا من جوا. وبعدين عاملين تيست عليهم مطلعين جيب عليهم ولا انتعجت حتى،
هاي بنجيب كلهم كلهم هولي، حتى حطوا الصغيره لانه يجولي مفروض اول وحده تجعلك، طلع تجيب عليا وضل واقف عليا، رجعوا طلعوها ما صار لها شيء ولا انتعجت ولا شيء، كثير هافي ديوتي وحديده مسكتها. جربي على راس راس حدا من الطاوله عن جد، قال هلا بنكسر الطاوله. سو هولي عن جد للعمر بتشتريهم اورجرين اورجرينيك اسمهم اورجرينيك. ليش كمان ليش مسمينهم اورجرينيك؟ لانه بحافظوا على البيئه، يعني ما بتكوني كثير عم تستعملي غاز، ما بتكوني عم تستعملي ولا شيء بيخدشهم، صحيه كثير وكثير هافي ديوتي، بتشتري مره للعمر. جديده يعني عم بيستعملوها، صارت موجوده، ما كنا قبل نشوفها بهالطريقه هاي. البقوه يلي بنشوفهم هن معمولين من حديد او من شيء دغري، يعني باول كم استعمال بيكونوا جديد، بعدين ببلشوا يتجروحوا. هيدول معمولين من سيراميك الكوتينج تبعهم، يعني بيضاين كثير ما بيتجروح، وبعدين فينا نحطهم بالفرن، يعني فينا نحسبها كلها سوا كلها سوا مثل ما هي مزبوط، معمولين خصوصي تيتفوتوا على الفرن لانه معمولين من سيراميك. اوكي، يعني هاي فيها كانه واحد صينيه حتى بعد الفرن. ايه وبتكوني اول شيء عملتيهم جريلد، يعني بيطلعوا كثير بتستحلي تطبخي فيهم. هيدا السيت كله حقه $110، وكثير بنصح فيهم لانه كثير صحيه وكثير ضيان براتيك، بعدين براتيك اذا عم تقولي هالقد انه ما بتلزق وهيك ما هي. واحد بده يصير يعطيها عنجد، وبعدين بتوفري جلي بتقعد تحفي ساعه. لا هول كثير سهلين الاستعمال وحلوين. اوكي، الايتم الثاني اللي بدنا نحكي عنه هو الباك تراب، يلي هلا بدنا نعرف كثير قيمته بفصل الصيف والشوبات. الباك تراب هي مكنه كثير مهضوم شكلها، يعني مش من هول البشعين يلي بتحطيهم بتخبيهم ورا شيء كرمال يلقطوا البرغش بس ما يبينوا. فيك تستعمليها كانو ويصة لليل، وكمان بزيت الوقت بتكون عم بتنقي الجو لانه فيها المهوايه يلي هلا دايره ومش مسموع صوتها ابدا. بتنقي الجو، مش بس فيها تسحب الغبير، يعني في كثير اوقات وقتها بتفتحيها لتنطفيها بتلاقي اوقات كبشوا الغبره او اخذتهم اذا في غبره بالجو. Exactly. So واذا في دخان كثير كمان بتنقي الجو. الضوء الازرق الالترا فايولت اللي هلا مبين هو الضوء اللي بيجذب البرغش، ما بنعرف ليه، بس والهواء اللي بيطلعه بيقولوا بيشبهوا للنفس اللي نحن بنطلعه بالليل. التيمز النفس اللي بنطلعه هو كمان يلي اتراكت البرغش علينا، مش هيك وقت غافين كثير اوقات بنقوم معقوصين. سو الكومبينيشن تبع الضوء مع الهواء الخفيف يلي عم بيطلعه هو يلي بيجذب البرغش عليهم. بعدين حكينا قبل الانسكت بيطلعوا فيرومونز يلي هن سيجنلز لبقوه الانسكت. سو وقتها وحده بتنلقط بيجوا البقوه اتراكتهم بيلحقوها وبيلقطوا من لقوه البقوه فيهم. هلا فيها طريقتها كثير سهله لتتنظف، ما في مشكله ابدا فيها، ما قلنا غير نفتحها وبتتنظف من جوا، بتتصوبن كلهم بقلبها، بتسحبن المهويه نزول لتحت. أوكي. بتتفكفك وكثير هينه ترجع تتركب وبتتنظف ساعة البدنة. فينا كمان نستعملها مش بس جوا، برا اذا بمحل فيه سقف، يعني كرمال تقدر تلقط لانه اذا بلانير اول شيء ما فيك تشكيها بالكهرباء، وثاني شيء كثير مفتوحه يعني بدك بتصيري اثنين كرمال لقطون. اكيد حطوا عدة مزبوط. سعر الباك تراب $43 وبتستعمليها مثل ما قلت كمان نويصه بالليل، خفيفه كثير ما في لزوم تبقى تضوي الاوضه او شيء. عظيم. اوكي، ثالث ايتم معنا يلي هو البابا دو كاراكول. البابا دو كاراكول هو كريم مفيد كثير، مش بس للوجه، فينا نستعمله للايدين ولمحلات بالجسم بيزعجونا من اي طريقه انه فيهم سبوتس او سيكاتريسات او علامات من او حبوب او جروحات. ليه؟ لانه اول شيء معمول من خلاصه البزاق. اوكي، هلا في عنا عده محتويات فيه هن يلي بدي اكت از كومبينيشن انهم يعملوا لنا بيلينج للديد سكن سيلز يلي ضروري كل فتره نعملهم، يلي هو الجلايكوليك اسيد. فيه برسنتج خفيف من الجلايكوليك اسيد مختص كرمال يعمل سوفت بيل.
ده مشان هيك ضروري ما نحط على عيوننا فيه. ما نقرب على المناطق اللي هي رقيقه كثير ورقيقه كثير، مثلا بيقولوا حد التم حد العيون. مزبوط. بقيت ما بقى فينا نستعمله محل ما بدنا. فيه إلاستين وكولاجين كرمال يشدوا الجلدة، فيه بروتينز وانزيمز كرمال يغذوا الجلدة، وفيه الالانتوين يلي هو ات اكتس از ريجينريشن للنيو سيلز، يعني بيخلق خلايا جديدة محل يلي عملنا لهم بيلينج يلي كانوا اصلا ميتين وعم بيعطونا الكومبلكشن الضل، يعني اوقات ما بتحسي في نور بالوجه رونق. هيدي بيعطيكي هالاكلايه اللي عايزتي. والسيكاتريسات وين ما بدك، حيلا محل من جسمك بتحسي انه فيه تاش، حتى لو ما عم بيروح قديمة السيكاتريس. حتى ولو قديمه هلا مثلا التاش السود بسموه كلف، هلا اذا منهم كثير غمق وصار لهم زمان وهيك هيدا كثير بينفع. بس ضروري وقت نظهر على الشمس خاصه هلا بفصل الصيف ما نعرض وجهنا وقت اللي عم نستعمله كثير للشمس، نحط اكرام لانه الجلايكوليك اسيد عم بيطلع لنا عم بيعمل لنا سوفت بيل، حرام كرمال ما نرجع نبرقح الوجه او المحل يلي عم نستعمله. بيستعملوا مره مرتين بنهار مرتين بنهار على محل نظيف، يعني اذا حتى انت كرام اصلا على جسمك ما تستعمليه من بعده، استعمليه اول شيء. حيا لمحل على صدرك على رقبتك ايديك اجريك حيا لمحل، بس استعمليه بانتظام توايس a day على فتره كرمال تلاقي نتيجه، اذروايز اذا بتستعمليه مره هيك بترجع بتنسي ما رح يعطينا الايفكت النتيجه المطلوبه والنتيجه المطلوبه يلي نحن بدنا اياها. قديش فيهم يضلوا يستعملوا؟ يعني واحد بيستعمل بيعمل كير على شهر هلا حسب النتيجه اللي دي اوبتينت. نحن هلا كيف بيستعملوه، اول شيء بتشتري واحد بيطلع لك ذا اذر وان فور فري، يعني بيطلع لك اثنين ب 49 دولار. هلا وقت بيخلص اول جار اذا حصلوا النتيجه مطلوبه ووصلوا عليها فيهم يرتاحوا فتره تا حرام انه يريحوا شوي، بيستعملوا الكريم يلي عاده عم بيستعملوه، واذا باول جار ما لقوا النتيجه يلي بدهم اياها بكفوا عندهم انذر وان موجود، يعني دفنتلي بيلاقوا ريزلت فيها. فاذا الاثنين ب 49 بدنا قبل ما يخلص وقتنا نرجع على السريع عند على السريع الباك تراب ب 43 دولار، والاورجرينيك يلي بيجوا ست سبع ايتمز ب 110 دولار. وبرجع بذكر المشاهدين انه هول كلهم ايتمز موجودين على عالم الصباح بس بالتي في شوبينج، منن موجودين بالسوق، وبيقدروا يطلبون عبر الارقام يلي دائما عم تبين على الشاشه، وفي ويب سايت بيقدروا يفوتوا عليها موجودين كلهم على الويب سايت. بيوصلوا لعندهم على الباب فور فري، لعندهم بيفتحوا الباب واصل لعندهم. اهلا وسهلا دكتور، بتمنى لك بقيه ويك اند حلو كمان دومينيك، واكيد بنرجع نشوفك الاسبوع اللي جاي بريك صغير وبنرجع نلتقي.